السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ 10 سنوات اليوم يتجدد معكم اللقاء في مثل هذا الموعد لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. في الحلقات السابقة ورينا لحضراتكم الصور والفيديوهات الخاصة بانتفاخ الأنابيب، وقلنا إن التهاب الأنابيب، إن الأنابيب من الأعضاء الحساسة اللي إذا حصل فيها التهاب هذا يؤدي إلى تدمير الأهداب الداخلية ليها، وبالتالي قد تفقد الأنبوبة وظيفتها رغم أن الأنبوبة تكون نافذة، وبالتالي مش كل أنبوبة سالكة، مش كل أنبوبة بتعدي صبغة، دي أنبوبة طبيعية تماما ويحدث منها حمل، لكن ده اللي في إيدنا نقيمه بالأنبوبة. لكن على العكس، الأنبوبة اللي فيها انسداد دي أنبوبة لا يحدث منها حمل، لكن ليس كل أنبوبة غير مسدودة طبيعية ويحدث منها حمل. ثم تتطور مراحل التهاب الأنابيب إلى فقد الأهداب وفقد الوظيفة، إلى ضيق مخرج الأنبوبة، فالأنبوبة الضيقة فرص الحمل منها قليلة، ثم إلى انسداد الأنبوبة، ثم إلى انسداد وانتفاخ الأنبوبة. فإذا وصلنا إلى مرحلة انتفاخ الأنبوبة أو وجود تجمع سوائل داخل الأنبوبة، وهو ما يطلق عليه قيلة مائية أو هيدروسالبينكس، فهذا شيء مانع للحمل حتى لو كانت الأنبوبة الأخرى طبيعية، وحتى لو لجأت السيدة إلى الحقن المجهري لثبوت ارتشاح هذه السوائل المتجمعة داخل الأنبوبة ورجوعها إلى الرحم، حيث تعوق زرع أي أجنة داخل الرحم، سواء كانت هذه الأجنة من حمل طبيعي من الأنبوب الآخر، أو كانت هذه الأجنة موضوعة داخل الرحم عن طريق الحقن المجهري. وبالتالي اتفق الأطباء على أن الأنبوب اللي حصل فيه انسداد وانتفاخ أنبوب باظ، فسد، تلف، ولا يمكن برؤه أو إصلاحه أو تعديله أو أن يكون هناك منه رجع. الأنبوبة المنتفخة أنبوبة لا منها ولا كفاية شرها، ولا يمكن أن يكون منها رجع بأي طريقة دوائية أو طبية أو جراحية أو أي علاج أو أي تدخل طبي، ويمكن فقط كفاية شرها عن طريق ربط الأنبوبة أو فصلها أو استئصالها من ناحية الرحم، والتلاتة لهم نفس التأثير لزوال تأثير السلبي لتجمع السوائل داخل الأنبوبة على الرحم، فإما تربط أو تفصل أو تستأصل، وإذا كانت الأنبوبتين يتم ده على الأنبوبتين ويتم اللجوء للحقن المجهري، وإذا كان على أنبوبة واحدة يتم ربط هذه الأنبوبة أو فصلها أو استئصالها، ثم تقييم الأخرى هل هناك فرص لحدوث الحمل أم لا، وإذا لم يحدث خلال فترة زمنية محددة بعد عملية الربط يتم اللجوء للحقن المجهري. هل معانا اتصالات؟ طيب نشوف الصور بقى اللي معانا. ممكن نشوف الصور بعد إذن حضراتكم. طيب الصور دي احنا شفناها، وشفنا الصورة اللي في أعلى الشاشة دي صورة رحم وأنبوبتين طبيعيتين، والصورة اللي في أسفل الشاشة صورة رحم مرتفع لأعلى، ده فيه التصاقات شدال بره الحوض، دي متبقاش واضحة قوي إلا العين متخصصة قوي، لكن الأنابيب الاتنين فيهم انسداد وانتفاخ وتجمع للصبغة وعدم خروج منها، ده ما تعنيه قيلة مائية أو انسداد وانتفاخ الأنبوبة. في الأشعة اللي بالصبغة بنصور عدة صور للرحم والأنابيب، ثم نترك فترة لخروج الصبغة من الأنابيب إلى الحوض وانتشارها في الحوض، وبنسميها الفيلم رقم 2، حتى لو احنا خدنا 3-4 أفلام ده نسميه الفيلم رقم 2 أو الصورة الثانية أو النظرة الثانية، أو بعد ما خلصنا حقن الصبغة ننتظر نشيل الآلات بتاعتنا ونشوف الصبغة تخرج من الرحم والأنابيب إلى الحوض وتنتشر ولا لا. شوف الصورة اللي بعديها كده. طيب الصورة دي برضو اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وقلنا الرحم محدود في الناحية
الشمال اللي هي يمين الشاشه قدام حضراتكم، والانبوبه الشمال مشدوده بره الحوض، فيبقى فيه هنا انسداد وانتفاخ وتجمع مائي في الانبوبه الشمال، وواضح ان فيه التصاقات واضحه في الناحيه الشمال من الحوض. والانبوبه اليمين مسارها جيد اهو، لكن في نهايتها برضو في انسداد وانتفاخ وتجمع للسوائل. شوف الصوره اللي بعديها بقى. تمام، دي الصوره للانبوبه اللي فيها انسداد وانتفاخ السكند فيلم. الصوره الثانيه اللي بعد ما خلصنا الحقن اللي كنا بنحقنه داخل الرحم، قمنا شايلين الالات بتاعتنا وانتظرنا عده دقائق وصورنا الصوره دي. الصوره دي المفروض لو الانابيب نافذه توضح ان الصبغه خرجت من الانابيب، ثم توضح انتشارها في الحوض. هنا في الصوره هنا الانابيب مسدوده، الصبغه اختفت من الرحم اللي بشكل مثلث ما احنا شايفينه على الشاشه، لكن اللي موجود الانبوبتين، والانبوبتين فيهم انسداد ما بيخرجوش صبغه، وانتفاخ وتجمع للصبغه داخلهم، وهو ما يعرف بهايدروسالبنس. يبقى الحاله دي فيها التهاب مزمن في الانابيب. لما نقول التهاب مزمن في الانابيب، للاسف الشديد ومن المضحك ان بعض الستات بتجيلي من مناطق في مصر تقول لي الدكتور قال لي في التهاب في الانبوبه، خد المضاد الحيوي ده. الالتهابات نوعين، التهاب حاد يعالج بمضادات حيوية، والالتهابات المزمنة اللي قدام حضراتكم دي لا تعالج بمضادات حيوية ولا تعالج دوائيا، وتعالج جراحيا باستئصال العضو الملتهب، ودي معلومات يعرفها طالب سنة تالتة كلية الطب. وبالتالي لما تبقى في التهاب مزمن في الأنبوبة كده، محدش يكتب لي مضاد حيوي ويقول لي أصل خد المضاد الحيوي ده عشان هتخف وعشان الأنبوبة تسلك، وأصل الأنبوبة فيها التهاب مزمن هنسلكها بعلاج. هذه الأنبوبة تعالج جراحيا. تعالج يعني إيه؟ تستعاد وظيفتها؟ الإجابة لأ، تستأصل زي ما قلنا، وهنكمل ده بعد الاتصالات اللي هنبتدي نتلقاها من الآن. لو معانا أول اتصال ناخده بعد إذن حضراتكم. اتفضلي يا رحمة. السلام عليكم أم رحمة. أهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، الأول ربنا يبارك فيك وفي علمك يا رب. لو سمحت، أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده من أسبوعين، وإن أنا يعني عندي تأخر حمل غير معلوم السبب. عرفت حضرتك إن أنا عملت تحاليل وكل حاجة كويسة، والسن كويس وموازين المبيض كويس. حضرتك فضلت لي إن أنا أعمل منظار. فأنا بحكي يعني عادي، أنا بس باخد رأي حضرتك يعني في الموضوع. بحكي يعني عادي مع واحده جارتي، فقلت لها ان انا اول دوره تقرب فيه كده قبلها باسبوع بحس تقل في صدري جامد والم، واول يوم الدوره بحس الم في ظهري او واسفل البطن. فقالت لي ان هي سمعت دكتور بيقول ان دي اعراض بطانه مهاجره، وان البطانه المهاجره مالهاش علاج. فبتقول لي بلاش تعملي منظار وتضيعي وقت، واعملي حق. فانا بسال حضرتك يعني لو عند حضرتك يعني تفيدني افادك الله يعني في النقطه دي. هو غريب جدا ان حضرتك بتقارني كلامي وانا طبيب ثم استاذ جامعي بكلام السيده الفاضله جاره حضرتك. ده الحقيقه شيء. فانا اقول لحضرتك الاتي، ان احنا قلنا ان حضرتك عندك تاخر حمل مجهول السبب، وقلنا حضرتك تعملي منظار لان السبب الرئيسي الذي يكتشف بالمنظار هو البطانه المهاجره، وان 80% من السيدات اللي عندهم تاخر حمل مجهول السبب ومعاهم الام مع الدوره غالبا عندهم بطانه مهاجره، ويمكن اكتشافها بالمنظار. والمنظار ليس اكيد ان حضرتك هتحملي بعده. فرص حدوث الحمل بعد المنظار وعلاج البطانه المهاجره التي لا تشفى ولكن تهبط بعد المنظار، اسمعي كده، فرص حدوث الحمل بعد المنظار من 50 لـ70%. ما قلناش انها 100%، مش كل الناس هتحمل. ايوه، بس في 50 لـ70% هيحملوا طبيعي، هيحملوا طبيعي بمجرد عمل منظار واخذ علاج تهبيطي للبطانه المهاجره. تمام، في 50 لـ70% هيحملوا طبيعي. بتكلفه قد ايه؟ بتكلفه المنظار وتكلفه ادويه التنشيط، عشان احنا في الطب دايما عندنا حاجه اسمها كوست بنفيت، اسمها بدفع قد ايه عشان اخد استفاده قد ايه. اما ان حضرتك تروح تعملي حقن مجهري ده وارد. ها، نسب حدوث الحمل معاه 35% على اقصى تقدير، نص النسب بعد المنظار. التكلفه قد ايه؟ 20 ضعف التكلفه بتاعه المنظار. بلغي السيده جارتك تحياتي الشديده، وارجو من حضرتك انك تستشريها دايما وتاخدي رايها دايما في الطبيخ والغسيل وطرقه واعداده، وقولي لها ان في امراض نساء يا ريت انها
زي ما اللي في الكنترول قال كده. معانا شيماء. الو. ايوه فهمت. الو مروان نادي بابا. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. معايا الدكتور. حضرتك على الهواء اتفضلي، وهدي الصوت بعد اذنكم، هدي صوت التلفزيون بعد اذنك. ماشي. والله انا لي 10 سنين متجوزه، وجبت بنت توفت اول بعد 3 ايام من ولادتها. ايوه. وبعد كده جبت معايا ولدين، والبنت الاخيره دي في الشهر الثامن توفت. اتوفت في بطنك؟ اه. ايوه. السؤال ايه بقى؟ ساعتها ما حصلليش حمل. والولادات كلها ولادات طبيعية ولا بقيصرية؟ والولادة الأخيرة دي بقى لها قد إيه؟ لا قيصرية. أيوه. وآخر ولادة دي بقى لها قد إيه؟ ليها سنتين دلوقتي، سنتين وشوية. وخلال الفترة دي كلها زوجك معاكي ورحتي للدكاترة وقالوا التشخيص إيه؟ آه وعملت تحاليل الـ FX. قالوا التشخيص إيه؟ سبب منع الحمل. الأول قال مفيش حاجة، وبعد كده طلعت تكيسات. طلعت تكيسات، طلعت لوحدها كده فجأة يعني، ولا هو؟ ما أعرفش والله. اه. والدورة منتظمة؟ اه مرة بتجي على كل 35 يوم، وساعات يعني بتغيب الفترة. وأنت شايفة إن دي كده لما أسألك إنها منتظمة تبقى منتظمة، إنها تيجي ال 35 يوم وبعدين تغيب لفترات توصل لشهر لا. ونص تقريبا يا دكتور، وما بيحصلش حمل، فدي كده تبقى دورة منتظمة. لا دي اسمها مش منتظمة. طيب وحضرتك حد طلب منك انك تعملي اشعة بالصبغة؟ لا لا محدش طلب، بس عملت التحاليل ومخزون المبيض بس. ممتاز. ومخزون المبيض ده طلع قد ايه؟ والله انا اقول لك 8.67%. لا أنا كده ما سمعتش، حضرتك قلتي 8.067%، فأنا ما عرفتش أي رقم. 8.070. أيوه يعني 78%. اه. تمام. وقالوا لحضرتك إيه على تحليل المخزون ده؟ ده قالوا ده كويس. ده كويس، طيب ده شديد السوء إذا كان الرقم اللي حضرتك بتنطقيه ده صحيح. ده إيه؟ شديد السوء. هو جنبه ارقام كده يا دكتور برضه. اه جنبه ارقام، دي الطبيعي مالكيش دعوه بيها، خليكي في رقمك انت. تمام. رقم كام؟ 8 وكسر. واللي 8 وكسر دي عندها تكيس مبايض من درجه شديده، نادرا ما يستجيب للعلاج بالادويه. واللي والده بقيصريه قبل كده 3 مرات وما بتحملش، اكيد 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 ها جاره الست ام رحمه هتقول لها انها اكيد مطلوب انها تعمل اشعه بالصبغه عشان يشوفوا الانابيب، وان الانابيب دي حصل حواليها التصاقات ولا اتاثرت بالقيصريه ولا لا. واللي ما بتحملش لازم كمان نطلب تحليل لزوجها، حتى لو جوزها بيرد الرد المصري الشهير الذي يصيب الاطباء بمشاكل قلبيه وامراض كثيره، نلوم ما انا خلفت قبل كده. تمام. فلازم فلازم الزوج يعمل تحليل. 2 لازم اشعه بالصبغه تتعمل. 3 لازم حضرتك تتعاملي مع طبيب متخصص يقول الحقيقه، لان ما قيل لك هو خلاف الحقيقه. فاذا كان التحليل 8 وكسر تحليل المخزون، فهذا مخزون يشير الى تكيس مبايض من درجه شديده جدا، صعب ان تستجيب للعلاج الدوائي فقط. نمره 3 مفيش حاجه اسمها طلع تكيس، حضرتك ظهر عندك مرض تكيس المبايض اللي كان عندك استعداد له نتيجة لزيادة حصلت في وزنك بعد الولادة الأخيرة. والستات اللي عندهم تكيس مبايض لما بيحملوا ويوصلوا للسابع الثامن وارد جدا يحصل لهم ارتفاع للسكر في الدم، لأنهم عرضة للإصابة بمرض السكري وعندهم تاريخ عائلي للسكر غالبا، وارتفاع السكر يقتل طفل داخل الرحم في الشهر السابع أو الثامن. نعم. مدينا دكتور هو دواء الميتفورمين. تمام. وقال لي امشي عليه. افندم حضرتك تمشي عليه وتمشي على رجلك وتمشي على نظام غذائي وتمشي مع دكتور كويس يقول الحقيقة، لأن ما قيل لحضرتك هو جزء من الحقيقة.
طيب هدى اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور، انا حامل في الشهر الرابع. ايوه. بيحصل لي وجع في ظهري جامد وصداع على طول مستمر. وحضرتك بتتابع الحمل، قلتي الشكاوي دي لمتابع الحمل فقال لحضرتك ايه؟ كتبت لي. لا انا ما سالتش ما سالتش كتبت لك، لان اللي كتبته غير مجدي ولم يذهب هذه الاعراض ولن يذهبها، فانا بسال اتقال لحضرتك ايه؟ يا دكتور قالت لي ارتاحي بس. يا فندم انا بسال حضرتك قالت لك ايه المرض؟ يعني قالت لي ارتاحي، حاولي ترتاحي بس. طيب يا فندم انا بسال للمره الثالثه، حضرتك لما بتروحي للدكتور عايزه تحصلي على تشخيص، فانت بتقولي ظهري بيوجعني، تمام؟ فالدكتور اللي بحق هيقول لحضرتك دي اعراض الحمل الطبيعيه، فهتقولي له انا عندي صداع، فهيقول لك ان ده عادي مع الحمل في اول 3 شهور، ويزيد في الناس اللي عندهم التهاب مزمن في جيوبهم الانفيه زي حضرتك، ويزيد الكلام ده لما يبتدي دخلت البرد والشتاء، لان صداع الجيوب الانفيه صداع رذيل واستجابته للعلاج استجابه قليله، تمام؟ وبالتالي مفترض ان حضرتك يتقلك ولا ارتاحي ولا ما ترتاحيش، يتقال لحضرتك ده عادي وطبيعي، والعادي والطبيعي لا يعالج، تمام؟ لانه لا نكتب علاج لما هو طبيعي، عظيم؟ فاللي عند حضرتك دي اعراض الحمل الطبيعيه، حضرتك يا اما مش حامل ما حملتيش قبل كده فما عندكيش خبره، يا اما حملتي قبل كده وهتردي علينا الرد المعتاد اللي ما حصليش قبل كده ده في الحمل يا دكتور، فنقول لك يبقى اللي كان قبل كده مش طبيعي، اما ده هو الطبيعي، تمام؟ نعم. اللي حصل قبل كده لو ما كان ده ما حصلش في حمل قبل كده يبقى مش طبيعي، وده اللي طبيعي، فالعادي والطبيعي مع الحمل خاصه مع تكراره مع تقدم السن والعمر مع حمل ولاده متكرره ان يقل الكالسيوم في جسم الست فيحصل الام في العظام واشهرها في اسفل الظهر، تمام؟ اما الصداع فشرحنا اسبابه، طبعا قد تكون هناك اسباب اخرى مرضيه يجب استبعادها، يجب استبعاد ان الست ضغطها عالي او ضغطها واطي او عندها انيميا او في مشكله في نظرها او في مشكله في الانف والاذن، لكن اذا ما طلعش في مشاكل مرضيه في دول فعادي وطبيعي ان الشهور الاولى في الاغلب من الحمل يصاحبها هذا الصداع المزمن. وصداع الجيوب الانفيه نتيجه لاحتقان الجيوب الانفيه، والناس تقول لي يا دكتور ده الحمل ده تحت في الرحم ايه اللي جاب الجيوب الانفيه له؟ ده مرتبط بشده والصداع بتاعه بيبقى شديد وفي بدايه ساعات النهار مع بدايه اليوم ويقل بالتدريج مع تقدم النهار، وللاسف انه لا يستجيب للعلاجات الدوائيه استجابه جيده. معانا اتصال اخر، اتفضلوا. ايمان اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. ربنا يبارك لنا يا دكتور في عمرك وفي علمك وفي مالك وفي ولادك، وربنا يعينك على ان تتحملنا يعني. تشكر لحضرتك، اتفضلي. الله يخليك يا دكتور. انا بدايه والدتي عندها 50 سنه، البيريود عندها طبيعيه ومنتظمه جدا. لحد الشهر اللي فات ده البيريود كانت مشيت، بعد ما مشيت باسبوع بالظبط يا دكتور نزل عليها دم كتير ودم احمر. خدناها وديناها للدكتوره قالت لها ده نزيف طبعا مش بيريود. فقالت لها اديتها علاج وقالت لها لو ما استجبتيش للعلاج ده. مدام ايمان، مدام ايمان. ايوه. حضرتك كعاده المصريين قفزتي الجزء المهم اللي حضراتكم عند ذهابكم للاطباء ما انتوش فاهمين الهدف من زياره الطبيب ايه. حضرتك بتقولي لي كتبت لها، كتبت لها. احنا بنروح للدكتور يا فندم عشان يشخص مش عشان يعالج، العلاج هي المرحله رقم 2، فكان لازم اسمع من حضرتك تقولي لي كده اتعمل لها سونار مهبلي لان ده اللي مهم، فروحنا وعملت لها سونار من البطن ده لا قيمه له، فحصتها بايدها من غير سونار ده لا قيمه له، ومهم ان يبقى فيه تشخيص. يعني انا نزل عليا دم، اكيد يعني دم في غير ميعاد الدوره، فقلت لها على فكره ده نزيف، يعني دي مش محتاجه دكتور، اللي محتاج دكتور انه يقول ايه السبب ايه، يقوم حد يقول لي كده. وعملت سونار لقت عندها ورم ليفي، وعملت سونار مهبلي لقت عندها سمك في بطانه الرحم، وعملت سونار مهبلي لقت ان عندها كيس على المبيض، او عملت سونار مهبلي ما لقتش حاجه من دول فقالت ده خلل في الهرمونات وهنطلب تحاليل للهرمونات. اما كتبت لها فاللي اتكتب ده علاج لمحاولة إيقاف الدم اللي هو مجهول المصدر، احنا كده بنعالج العرض ولا نعالج المرض، لازم يبقى فيه مرض
تشخيص عشان يبقى العلاج مجدي. اما ان كتبت لها ادويه من الادويه اللي مشهور عنها انها بتوقف النزيف، مش هيحصل استجابه، لان حضرتك الست دي عندها مشكله تسبب نزيف، حد مش بيعالج المشكله وبيدي ادويه للنزيف، فالاستجابه مش هتبقى مثاليه. هي دكتور الاول قالت دي لخبطه في الهرمونات وارد انها اتقطعت يعني. يا مدام بناء على ايه؟ هذا مبني على ايه؟ ايه الفحوصات اللي اتعملت عشان نصل للقناعه دي؟ هي عملت لها سونار مهبلي، قالت لها ان في حاجه بيضة في الرحم، قالت لها لو ما استجبتيش للعلاج احنا هناخد عينه من الرحم ونحللها ونشوف. وفي يا فندم، في يا فندم حد يقبل كلمه حاجه بيضة في الرحم؟ حضراتكم تقولوا لها كده، طب ويعني ايه بيضة يا دكتوره؟ طب وهي ممكن تبقى بالوان اخرى؟ طب لو ظهرت زرقاء ده يفرق؟ طب لو حمراء؟ طب هو ايه اللي بيطلع ابيض جوه الرحم يا دكتوره اعزك الله؟ طب العلاج اللي حضرتك كاتباه هيعمل ايه في البيضه؟ ما احنا بحكم ان احنا مش متخصصين يا دكتور لجأت لحضرتك عشان تقول لي الحقيقه ايه. يا فندم حضرتي يعني يعرف يعني ازاي الحقيقه ايه؟ الحقيقه يا وحيد الذي يجيب عنها هو من يجري لهذه السيده سونار مهبلي بيده ويرى بعينه، شرط ان يكون طبيب متخصص ويقول كلام علمي. لان حدوث نزيف في هذا السن لا يجب أن يؤخذ بخفة، تمام؟ هذا شيء مهم وشيء قد يكون مقلق، خاصة لو في حاجة داخل الرحم موجودة، والأغلب أن فيه، تمام؟ لأن السيدات اللي بتفضل تجيلهم دورة منتظمة لحد سن 50 سنة، الستات بتفرح بالكلام ده، ده مش ميزة، تمام؟ وان يحصل بعد كده خلل في الدوره. بص الجمله شهيره جدا، يعني جمله حلوه جدا اللي اتقالت، هذا على فكره دي جايز تقرب تقطعك، بالمناسبه جارتها هتقول لها نفس الجمله دي، انت عمرك 50 سنه دي الدوره جايز تقرب تقطعك، دي مش محتاجه طبيب يعني، اي ست عمرها 50 سنه وتجيلها على فكره، على فكره دي قربت تقطعك، احنا مش عايزين قربت، احنا عايزين ايه السبب في هذه المشكله؟ هذا شيء مقلق ويجب التعامل معاه باهتمام، عندنا حاجات في الطب كده يقول كده، يجب أن تفكر في الأسوأ أولا في هذه الحالات واستبعاده قبل أن تنام مرتاح البال. من ضمن هذه المشاكل اللي يتعامل معها كده في الطب حدوث نزيف في سيدة متقدمة في العمر، كلمة متقدمة يعني عمرها فوق 40 سنة، وكل ما يبقى العمر أكتر كل ما يبقى القلق أكتر، وكل ما يبقى العمر أكتر وحد عمل سونار لاحظ أن شيء غريب في الرحم يوم يقول كده أنا شايف حاجة مش مريحة، لو سمحتوا ده مش تخصصي، لو سمحتوا انا بتابع حمل بس، لو سمحتم انزلوا لحد يعمل لها سونار مهبلي وتقرير جيد، وعايزين سمك بطنه الرحم بالملي، تمام؟ لان في هذه السيده سمك بطنه الرحم اذا فوق 5-6 ملي ده شيء مقلق ولا يعالج دوائيا ويجب يتخذ منه عينه، اهو كلام واضح وقاطع برقم 5 ملي، طب نصبر 7 ملي، بكره تدخل عمليه كحت، تمام؟ وعينه الرحم، عضلة الرحم سمكها قد ايه؟ في ادينومايوزس ولا لا؟ مأثر على انهي جدار في الرحم؟ جدار الامامي ولا الجدار الخلفي؟ ها؟ المبيضين حجمهم ايه؟ نشاطهم ايه؟ فيهم تبويض في هذا السن وده شيء مقلق ولا لا؟ فيهم نشاط تبويضي ولا لا؟ الانترال كاونت مخزون البويضات شكله ايه؟ تمام؟ في اورام ليفيه في عضلة الرحم ولا لا؟ كل هذه اسئلة يجب ان يجاب عنها. لكن خدي العلاج ده واذا ما استجبتيش نبقى نعمل كحت، بالمناسبه هذا ما يمكن ان جارتها تقوله. ست عمرها 50 سنة، لو سالت جارتها زي ام رحمه ما بتروح تتمم وتسال جارتها، تمام؟ فهتقول لها على فكره بما انك عندك 50 سنة الدوره قربت تقطع، وعلى فكره بما انك عندك 50 سنة ونزل دم في غير ميعاد الدوره ده نزيف ما هياش دوره، وعلى فكره طالما نزل دم وانت عمرك 50 سنة إذا ما وقفش لازم تعملي كحت وعينة. التلات جمل دول مش محتاجين لطبيب، ده يقولهم أي حد. الطبيب بقى هيقول إيه؟ هيقول الجمل دي بس هيقول قبلها عملنا سونار لقينا بطانة الرحم فيها مشكلة وسمكها كذا وفي شيء مقلق داخل بطانة الرحم وهذا يرجح وجود اندوميتريال بوليب، دي لحمية في بطانة الرحم وسمكها حوالي 9 ملي ودي يجب إزالتها وإرسالها للتحليل الباثولوجي. نقطة، اكتب لنا علاج يا دكتور، مفيش علاج إلا لما دي تشال. واضح؟ واضح الفرق بين الجمل؟ واضح الكلام الحاسم؟ تمام؟ أما لجأنا لحضرتك حضرتي لم يرى، ومن رأى عرف، ومن عرفك عرف فهم السبب، وإذا عرف السبب ذهب العجب. تمام؟
ان شاء الله ربنا يطمنكم. طيب اتفضل يا استاذ سامح. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك زوجتي عندها 27 سنه. ايوه فندم. متزوجين من سنه ونص. كويس. كان حصل حمل بس في الاسبوع ال 18 البيبي توفاه الله في رحم زوجتي. عملنا عمليه اجهاض وتنظيف. وبعد كده بدأنا محاولات للإنجاب تاني. طب وكان إيه التفسير إن حصل وفاة للجنين؟ حصل توقف مفاجئ للنبض كده؟ ما عرفناش السبب تحديدا، لكن الدكاترة عولوا السبب إن هو كان نسبة التجلط في دم زوجتي عالي، فممكن يبقى فيه جلطة جت في قلب البيبي. طيب يا فندم ده وارد، بس كان لازم لو ده السبب، لو ده السبب كان لازم قبله بعدة أسابيع حد هو بيعمل سونار يقول المية قليلة والميه مش طبيعيه. فلو كنا بنتابع وما كانش فيه اي مشاكل وكانت عامله تحاليل كامله. لا يا فندم حضرتك هربت من هربت مني. بص هتقول لي وعامله تحاليل كامله وما كانش عندها انيميا وكانت بتاخد فيتامينات الحمل، ده اللي كنت حضرتك هتقولهم لي ورا بعض. تمام. لان حضرتك دول ما لهمش علاقه باللي انا قلته. نرجع بقى. تمام. حضرتك قمت واخدني الى شارع جانبي، انا ما بروحش كده على طول، حضرتك هنفضل على التراك اللي انا فتحته اهو. ها؟ لو هذا التشخيص صحيح كان لازم يلاحظ، مش بتحليل، مش كانت بتاخد الفيتامينات، مش كانت بتروح للدكتوره تبوسها وتحضنها وتقول لها انت كويسه وظريفه ودمك خفيف كده وخفيفه على قلبي، ده اللي كان بيحصل. ها؟ مش ده كله اللي انت كنت ناوي تقوله لي ده، شوف انا اقول ايه وخليك مع على التراك اللي انا فتحته ده. لو كان هذا التشخيص صحيح كان يجب ان كميه الميه اللي حواليه الجنين ومعدل نموه والتي لا ترى الا بالسونار ولا يحكم عليها الا اللي كان بيتابع الحمل بالسونار، كان يجب ان دول يكون فيهم خلل ما يشير الى مشكله تستدعي الاسراع بعمل دوبلر قياس لسريان الدم في المشيمه والحبل السري. تمام. تمام؟ هذا لم يتم. اوكي، هي المشكله ظهرت بعد كده بقى. يا فندم المشكله مش ظهرت، المشكله مش ظهرت بعد كده، المشكله اتشخصت بعد كده، اما الان ففي مشكله اخرى ان ما بيحصلش حمل. اتفضل. بالظبط، ما بيحصلش حمل، فتابعنا مع الدكتوره. المهم ان في الاخر طلبت تحليل اسمه اي ام اتش. ايوه، مخزون المبيض من البويضات. نتيجه التحليل دوت هي قالت لنا ان هي قليله جدا، طلعت 0.2 وفي معمل تاني يعني طلعت 0.17. اوكي؟ يا فندم عشان المعمل التاني اللي حضرتك قمت قايل نص اسمه ورحته ده هو يعني بيقلل دايما النسب عن اي معمل تاني، حلو جميل، التحليل ده قليل. حضرتك عملنا بقى عملنا في معملين علشان نتاكد من النسب. تمام، هو المفروض كمان ان احنا كده تاكدنا، والمفروض كمان ان احنا هنروح نعمل سونار ثلاثي الابعاد عشان يقول لنا الانترال كاونت عدد الجريبات اللي جوه المبيض، لكن ماذا قيل لحضراتكم؟ وهل هناك تفسير ان في علاقه بين ده بين ده وبين الوفاه اللي حصلت للجنين؟ هل في حد ربط الاحداث دي؟ ما حدش ربط الحدثين دول خالص. لا يا فندم، ده في ارتباط وثيق بينهم، في ارتباط وثيق بينهم. تمام؟ لان الاجسام المضاده اللي بتعمل تجلطات في الدم اسمها أجسام مضادة، فهي خلل مناعي. تمام؟ حضرتك لما تروح تعمل التحليل بتاع التجلطات ده في معمل محترم زي المعمل اللي حضرتك قلت اسمه ده، هتلاقي كاتب فوق كده immunological investigations، يعني تحاليل لعوامل مناعة. فالناس اللي عندهم خلل في المناعة زي ما عندهم خلل في المناعة تطلع أجسام مضادة للدهون الفوسفاتية تسبب تجلطات في المشيمة والحبل السري، المناعة بتاعتهم اللي فيها خلل قد تهاجم المبيض وتدمر مخزونه من البويضات. تمام. تمام؟ يبقى هناك علاقة، وعلاقة وثيقة لمن يعلم. المهم نتخطى هذه النقطة، ماذا تمام. قيل لحضراتكم عن هذا التحليل بتاع المخزون اللي 20%؟ قيل انه قليل جدا، في دكتورة قالت اوكي هندي منشطات، في دكتورة تانية قالت لا لازم نعمل أشعة بالصبغة. فأنا بصراحة وصلت لمرحلة التوهان، خايف. يا فندم ثانية واحدة كده، دلوقتي حضرتك احنا رحنا لطريقين، في دكتورة تمام. احنا عملنا فحص، الفحص قال التبويض قليل، حلو؟ بالظبط. طب تمام. حد اقترح إن نعمل فحص يبين الأنابيب، طب حضرتك تقول له كده، طب يا فندم احنا عملنا الأشعة بالسبغة طلعت كويسة، ده هيصلح حاجة في المخزون القليل، طب عملنا الأشعة بالسبغة طلعت وحشة، ده هيغير حاجة في المخزون القليل، بليز كلمني تمام. على المخزون. واضح؟ واضح واضح، انتوا بتطرحوا فين؟ معاك. يعني لازم لما نمسك تراك ها ما حدش يقوم مخرجنا منه، لان تمام. في حد هيحب يعمل ايه؟ هيحب يبعتها تعمل الفحص الوحيد اللي هيطلع كويس.
تمام. عشان يعمل ايه؟ عشان يطبل للحاجه كويس، يقول الله انا بيبي كويسه، يا سلام الرحم ممتاز. يا دكتور المشكله في المبيض، لو سمحت كلمنا عن المبيض. تمام واضح يا فندم؟ فما حد حضرتك تماما. ما فطلب الاشعه بالصبغه مش عيب ومش غلط، تمام حلو. تمام. بس يعني ماشي يا فندم، انا هعمل لحضرتك الاشعه بالصبغه، بس ممكن حضرتك تكلمني على المخزون؟ هو ده هو ده الطريقه. تمام وانا معك تماما. هو يا فندم من يعلم هيفتح صدره ويواجه، تمام؟ اللي لاقي الموضوع كبير عليه هيقول لك ايه؟ بص الاوضه دي فيها حريقه كبيره، ما تسيبها وتعالى نفتح الباب بتاع الاوضه اللي جنبها. تمام فهمت حضرتك تماما. لكن لازم لما تبقى في حريقه كبيره نروح لحد يقول لك ايه؟ انا اعرف اتعامل مع دي، وسعوا كده وافتحوا لي الباب وتعالوا ورايا. تمام؟ لكن انا بس تمام. عشان ابقى فت حضرتك، هذا مخزون لو صح ويبدو انه صحيح قليل. والمخزون القليل ليس معناه ان السيده دي فرصها في الحمل منعدمه، لكن معناه ان فرصها في الحمل قليله. وحضرتك واضح ان حد فهمك، لانك ابتديت الكلام وقمت راميل الجمله انا مراتي عمرها 27 سنه، فحضرتك حد فاهم بتقول لي ايه. تمام؟ تمام. فانا هقول لحضرتك، هعامل حضرتك بنفس مستوى الذكاء اللي حضرتك بتكلمني بيه. تمام؟ فحضرتك بتقول لي ان مرات حضرتك عمرها 27 سنه، هذا تمام. التحليل يشير الى ان مبيضها وتبويضها وفرصها في الحمل لو كان التحليل صحيح عمر مبيضها زي عمر واحدة حوالي 42 سنة، وبالتالي يجب تمام. من يتعامل مع الحالة يتعامل على أكن عمر فرصها في الحمل زي الفرص بتاع السن ده. تمام؟ محدش قال اللي عمرها فوق 40 سنة لن تحمل، محدش قال كده. فمحدش قال إن هذا المخزون لا يعني إن يمكن الست دي تحمل، محدش قال كده. ومحدش قال إن حتما انها تعمل حقن مجهري، لكن الكلام الحقيقي كل الستات عارفه ان اللي سنها فوق 40 سنه وبتسعى للحمل وارد ان يحصل حمل، بس نسب حدوث الحمل نادره لكنها ليست منعدمه. تمام؟ وان يجب الاسراع في التعامل والاهتمام، وان اذا لم يحدث حمل خلال مده معينه يجب الاسراع باي وسيله لاحداث الحمل، لان الوقت بقى بالنسبه لنا عامل يداهمنا جدا. تمام؟ فحضرتك انا استوعبت الجمله اللي حضرتك قلتها اول كلمه، وفاهم انت حضرتك بترمي لي ايه، فانا كمان قلت وارجو ان حضرتك تبقى فاهم انا بقول ايه. تمام تمام. فاهم انا بقول ايه من ناحيه الاتجاهين اللي اتقالوا لحضراتكم، وفاهم انا بقول ايه من ناحيه بالظبط يجب ان من يتعامل مع هذه الحاله يتعامل معها على انه بيتعامل مع سيده عمرها فوق 40 سنه وترغب في حدوث الحمل. فاللي تبقى عمرها 40 سنه فيما فوق ورايحه للدكتور عشان يحصل حمل، الدكتور يقول لها ايه؟ استني 5 6 شهور. لو قال لها كده تقولوا له ايه؟ تمام. هو فاضل قد ايه يا دكتور؟ ده الوقت. تمام. ده الوقت ورانا، ده عامل، ده فيجب ان يؤخذ بهذا الاهتمام وبهذا التفكير. تمام؟ تمام. وهناك علاقه بين ضعف مخزون المبيض من البويضات وبين وفاه مفاجاه للجنين داخل الرحم بسبب عوامل التجلط، في علاقه، بس ما علينا من دلوقتي. وده تمام. في الاغلب بيعكس خلل مناعي. تمام؟ بس برضه ما علينا من ده، لان انا مره يعني قلت فيديو كده والناس قعدت تضايق جدا، قلت ان احنا بنصل لمخزون المبيض من البويضات ما بيبقاش فارق معانا قوي ان احنا نبحث عن السبب، لان البحث عن السبب مكلف وقت وجهد ومال وما بيفرقش حاجه في القرار، هي اللي مخزونها قليل مش مهم هو قال بسبب ايه، النتيجه واحد. فقال بسبب سين صاد عين الف به، هو في النهايه المخزون قليل نتجاوز نقطه المصريين بقى ونقول لهم والمخزون قليل. وحصل لي كده ليه يا دكتور؟ يا ستي خلينا ننجز فيما يجب عمله، مش الماضي. اللي بيكسب السبق اللي لما يتعتر ويقع في خطوه ما يبصش وراه، يبص للي جاي اعمل ايه. تمام؟ اقوم واجري بسرعه علشان في وقت، في عامل زمن يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار. ارجو ان حضرتك تبقى فاهمني. ربنا يعينكم. طيب وبالتالي واضح كده من اللي احنا بنقوله اللي حضراتكم تقدروا تدركوه، ان احنا كل ما هنتكلم على تحاليل حضراتكم سمعتوا النهارده قد ايه طريقه كلامي لما اتقال الاتصالين ذكروا بس تحليل المخزون، فبناء على تحليل المخزون قمت قايل لا ده المخزون ده يساوي كذا، واضح ان ده تحليل مهم. التحليل ده غالي. ايوه. التحليل ده قاطع. ايوه للاسف. قاطع يعني ايه؟ مش قاطع يعني حاسم، قاطع يعني يقطع للاسف الشديد، انه حاد في قراراته زي السكين، زي ما حضراتكم سمعتوا كده. التحليل ده وحش، يشير الى مخزون مبيض من درجه التكيس شديده تحتاج الى علاج دوائي، غالبا لن يستجيب للعلاج الدوائي. نقطه. تمام؟ بمجرد يعني الله يمسيه بالخير استاذنا الفاضل
استاذ الدكتور محمد ابو الغار، يقول لي لو هنطلب من مريضه تاخر الحمل تحليل واحد ونوفر باقي التحليل لازم نطلب تحليل مخزون. تمام، حاضر. وبالتالي في كمان تحليل مخزون، وكويس ان حد طلبه في سيده عمرها 27 سنه، ما قالش لا ده 27 سنه نطلبه ليه؟ لان احنا بنطلبه دلوقتي وبنلاقي الارقام دي. فزي ما حضراتكم شفتوا، مجرد ما اتقال التحليل وجهت واحده الاتجاه ده وقلت لها لا العلاج الدوائي غالبا لن يجدي، واحده قال التحليل قلت لا احنا ما بنروحش نعمل اشعه بالصبغه، او نروح بس مش ده مش ده المكان، مش ده التفكير، مش ده الطريق، مش ده اللي عايزين نجري فيه. معانا اتصال تليفوني اخر. ما فندم حاضر، انا والله مستعد استقبل بسمه وكل البسمات، بس هي تيجي. تعالي يا بسمه. في أي ابتسامة أخرى؟ طيب، وبالتالي زي ما حضراتكم كده شايفين أن تحليل المخزون أصبح واحد من أهم، إن لم يكن أهم تحليل من تحليلات تأخر الحمل. هناك فحوصات كثيرة ولكل تحليل أهميته، ولكل تحليل قراءته، ولكل تحليل توقيته اللي بتعمل فيه. من ميزات بقى تحليل المخزون إنه غير مرتبط بوقت. ده أنا النهاردة عليا الدورة، ده أول يوم، ده آخر يوم، ده مش عارف إيه، ده أنا حامل، ده أنا بقى لا يتأثر بأي شيء، فممكن يجرى في أي وقت بس يجرى في معمل كويس. معانا اتصال تليفوني آخر. اتفضلي يا دينا. ألو زينب. أهلا يا زينب، اتفضلي. إيه دكتور، أنا متزوجة لي 3 سنين وعندي 20 سنة حاليا. أيوه. وما حصلش حمل لغاية الآن يعني. وزوجك معاكي طول الفترة دي يا زينب؟ معايا يعني. طيب، ولما رحتي للدكاتره رحتي بعد قد ايه من الزواج وقالوا لك ايه المشكله؟ انا عندي الدوره مش منتظمه. ده من وانتي انسه؟ لا انا يوم كنت انسه كانت منتظمه، بعد ما تزوجت بعد 6 اشهر اتلخبطت. ولما اتلخبطت رحتي كشفتي عشان اتلخبطت ولا عشان تاخر الحمل وقالوا لك ايه الدكاتره؟ رحت بقى عشان مشكله تانية خالص، لان جاني الم اسفل البطن. ايوه. قاعد مستمر لغايه الان يعني. بقاله قد ايه؟ من اول ما اتزوجت على طول يا دكتور. ايوه. اروح للدكتور يديني مسكن وكده، وبعد كده يديني اخذ اللاج ويبطل اللاج ويجي ويرجع تاني. والالم ده ما بيجيش عليه فترات يزيد يقل؟ مرة يعني، مرة يزيد ومرة ينخفض وكده. وانا عندي مشكلة يا دكتور، ان انا طول من بعد الدورة لغاية الدورة الثانية بتجيني مية بنزل افرازات، مية افرازات يعني. وبلل، تبقي قاعدة كده تلاقي حاجة زي ما تكون اتدلقت عليكي وبلتك. ايوه على طول. طيب يعني يا فندم، محدش قال لحضرتك ان العرضين دول، التلات اعراض دول، ألم مستمر في أسفل البطن، إفرازات مهبلية مستمرة أو يعني بتيجي على فترات وتنقطع على فترات بس ما راحتش خالص، وعدم حدوث حمل، إن التلات أعراض دول يشيروا إلى التهاب في الحوض، سواء التهاب حاد أو التهاب مزمن، وإن ده يستدعي الذهاب لمتخصص ويعمل لحضرتك منظار لاكتشاف هذا الالتهاب وعلاجه قبل ما يدمر الأنابيب. وإذا ما كانش حد قال أدينا قلنا. هذه الأعراض مثيرة للقلق، هذه أعراض بلفيك انفلاماتوري ديزيز PID، التهاب الحوض، والتهاب الحوض بيجي نتيجة لميكروب يدخل إلى الأنابيب وإلى المبيض وإلى الغشاء البريتوني المحيط بالحوض وينتقل بالعلاقة الزوجية، فالست دي كانش يبقى عندها حاجة من ناحية الألم، ويبتدي ده بعد 5-6 شهور من الزواج لما حصل علاقة زوجية. ده أنا جوزي ما عندوش أي مشاكل ولا بيشتكي من أي حاجة. 90% من الالتهابات التناسلية التي تنتقل بالعلاقات الجنسية لا تؤثر في الرجل، فالرجل يحمل هذا الميكروب ولا أعراض عنده على الإطلاق، ونادرا ما يشتكي بأعراض، ومعظم الأعراض لو اشتكى بيها بسيطة ولا يعتد بيها ولا يؤخذ عليها ولا تستدعي أن الرجل ده يخليه يروح لأي كشف أو فحوصات. لكن هذه الميكروبات التي يحملها الزوج وتنتقل بعلاقة زوجية تؤدي إلى صعود هذه الميكروبات إلى الرحم إلى الأنابيب، فتحدث اللي مدام زينب ده بتقوله بالملي، تحدث 3-4 أعراض شهيرة. ألم مستمر في أسفل البطن يزيد على فترات، وأغلب هي لو ركزت هتلاقي الفترات دي بعد الجماع ب3-4 أيام، عشان بيحصل acute exacerbations، تناغم وتزايد في معدل الالتهاب الحاد بعد العلاقة الزوجية.
افرازات مهبليه متكرره، بلل وميه مستمره، تمام؟ زي اللي عنده التهاب كده في الجيوب الانفيه ومناخيره، يلاقوها على طول في افرازات منها ويقولوا عليها بتسح كده ميه، الانابيب كده ترمي ميه للحوض وترمي ميه الى الرحم ومنه الى المهبل، عشان السيدات في الصعيد بيقولوا على الفتحه اللي تحت دي فتحه الرحم، اسمه فتحه المهبل، ويبقى في عندها افرازات مستمره. ثلاثة، ان قلنا الالتهابات دي بتؤثر على الانابيب وجودتها وعملها، وبالتالي تؤثر على فرص السيده في حدوث الحمل. الاعراض دي اعراض الى كرونيك بي اي دي، من حده وفيها اكيوت اكسربيشنز، ومحتاجه وفيها يعني التهاب مزمن في الحوض، وتحتاج لعمل منظار لتاكيد التشخيص والتعامل الجيد مع مثل هذه الحاله. معنا اتصال تليفوني اخر. اتفضلي يا ام محمد. الو. يا فندم. ازيك حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا خلفت ابني بعد 9 سنين من الجواز. وكان سبب تاخر الحمل ايه؟ ايه؟ ماذا كان سبب تاخر الحمل؟ كان عندي تكيسات. كان وما زال وسيظل، لان اذا كان التشخيص صحيح فتكيس المبايض مرض لا يشفى، ولكنه ينضبط فقط مع علاج. اه. ايوه. ودلوقتي هو عنده 3 سنين وما حصلش حمل، يعني من ساعه ما خلفته. ربنا يخليه ويبارك فيه. أكيد حضرتك عندك تكيسات، ولا نستخدم لفظ الستات المصريات هي التكيسات رجعت، لأن هي ما بتروحش، ها؟ فده جزء من المشكلة، ما قلتش هي دي المشكلة الوحيدة، طبعًا في مشاكل أخرى يجب البحث عنها، لكن لا يجب إهمال إن مريض التكيس المبايض هذا مرض مزمن لا يشفى، تمام؟ نعم. يعني حضرتك هتفضلي طول عمرك اسمك أم محمد، ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه، أم تكيسات أو اللي عندها تكيسات، لأن التكيسات مرض إيه؟ مزمن. الدورة بقى أخبارها إيه؟ لا الدورة يعني ساعة تبقى منتظمة وساعة مش منتظمة. طب هو محمد الطبيعي إن الستات تبقى دورتها منتظمة ولا مش منتظمة؟ لا منتظمة طبعًا. طيب ولما حضرتك عندك فترات من عدم انتظامها، أقوم لما أسأل حضرتك الدورة أخبارها إيه؟ لا يا دكتور مش منتظمة، لأنها تخالف الطبيعي. تمام؟ صح كده؟ آه طبعًا. وزن حضرتك قد إيه بقى؟ يعني ما 70، اقل من 70، ما بزيدش عن كده. وانت شايفه ان ده حاجه كويسه؟ الحمد لله. حضرتك انت شايف ايه؟ لا انا مش شايف، ده انا نظري ضعيف وبنضاره. ده اللي انا شايف، اللي شايفاه هو هرمونات حضرتك، تمام؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك طالما مريضه تكيس مبايض، فوزنك اللي انت هتقوليه واللي انت شايفه انه مرضي واللي شايفه انه ما بيزيدش عن كده، تمام، هو غير مناسب لهرموناتك. فاللي معترض الحقيقه مش انا. وصلت؟ اول ما بقول كلام ويبقى حقيقي كده نلاقي الصوت هدي وما نلاقيش رد. وصل لحضرتك الكلام اللي قصدي اقوله؟ اهو وصل وفصل. فقد الوزن هو اساس العلاج. فقد الوزن هو اساس العلاج، ودون فقد الوزن أي علاج لمريضات تكيس المبايض لن يجدي. فقد الوزن وتعديل النظام الغذائي وتعديل نظام الحياة هما الأساسيات لعلاج مريضات تكيس المبايض. معنا اتصال آخر. شيماء اتفضلي. يا شيماء. حاضر. وبالتالي تكيس المبايض هو مرض مزمن لا يشفى ولا ينتهي العمر كله، فقد ينضبط، وهو عبارة عن خلل هرموني يصيب سيدات عندهن استعداد للإصابة بهذا المرض واستعداد وراثي للإصابة بمرض السكري، مع زيادة في الوزن حديثة متمركزة في منطقة أسفل البطن والأرداف والفخذين. وأعراضه عدم انتظام الدورة، وليس بالضرورة أن تكون غير منتظمة، فبعض مريضات تكيس المبايض اللي من درجة شديدة قد تكون عندهن دورة منتظمة، فالدورة المنتظمة لا تنفي وجود تكيس المبايض ولا تنفي وجود درجة شديدة منه، لكن الدورة اللي مش منتظمة تؤكد وجود خلل هرموني. وقلنا قبل كده أن الدورة مرآة الهرمونات، فاللي عندها دورة منتظمة غالبا عندها هرمونات جيدة وليس يقينا، وغالبا عندها تبويض منضبط وليس يقينا. أما اللي عندها اختلال في الدورة فيقينا عندها خلل في الهرمونات وخلل في عمليات التبويض. ويصاحب مرض تكيس المبايض مع اختلالات الدورة التي قد تكون موجودة أحيانا، وأغلبها مش أن الدورة تتأخر، أغلبها هو تغير كميتها وعدد أيامها، أعراض أخرى زي زيادة معدل فقد شعر الرأس، زي البشرة الدهنية، زي الحبوب اللي بتظهر في وشي، ظهري، كتافي، فروة راسي، زي الشعر اللي بيطلع في جسمي، والتبويض يكون ضعيفا، واستجابة المبيض لأدوية التنشيط بتبقى قليلة،
وفقد الوزن هو أساس العلاج. ده اللي أنا شايفه يا أم محمد، إذا كنت بتسأليني أنت شايف إيه. تمام، مش واخدة بالك يا أم رحمة؟ الناس بتسألني أنت شايف إيه. معانا اتصال تليفوني قد يكون أخير، اتفضلوا. ألو. أيوة يا فندم. ألو. أيوة يا فندم، اتفضل. إزيك يا دكتور عادل؟ أهلا بحضرتك. معك أحمد من سوهاج. أهلا بيك. احنا حضرتك عاملين حجم مجهري دي المرة الثانية، عاملين عملية السحب يوم 9. ايوه. والزرع يوم 12 اللي هو امبارح. لا 12 في شهر 11. وحصل حمل الحمد لله. هو المفروض النبض، هو عملنا تحليل الدم الرقمي اخر مرة كان 681. 300 381. يا جماعة أنتوا سامعين بيقول 600 ولا 300؟ 681. 681. واللي قبله كان قد إيه يا أستاذ؟ اللي قبله كان 280. وبينهم قد إيه وقت؟ بينهم أربع أيام أو أربع أيام. طيب وظهر نبض لحد دلوقتي ولا لسه؟ لسه ما أعرفش، لسه هنروح بكرة نشوف النبض نزل ولا لأ، بس وإحنا المدام بتاخد بنادول عشان أسنانها وجعها، ده ليه تأثير؟ لا مفيش أي ضرر من ده خالص. ما فيش أي ضرر من البنادول على الإطلاق مهما كان اسمه، يعني بنادول قبله كلمة كذا بعده كذا، عشان ده بنادول ده أزرق ده أحمر ده أصله إكسترا، ما فيش ضرر عموما، ما فيش ضرر بأي جرعة يعني. لكن الأرقام بتاعت زيادة هرمون الحمل مش مريحة قوي، فيا رب إن شاء الله لما تروحوا يظهر يكون زاد الهرمون زيادة كويسة ويظهر كيس حمل ويبقى فيه جنين وفيه نبض، لأن إذا كان الزرع تم يوم من شهر تقريبا فالمفروض ان الست دي تبقى الوقت حامل في اكتر من شهر وشهر ونص تقريبا، فمفترض ان يبان فيه كيس حمل بوضوح وحجمه كويس وفي جنين وفي نبض باذن الله تعالى. ان شاء الله يعني تتصلوا بينا وتطمنونا. اجمالا كده زي بس عايزين نخرج بعض الدروس من اللي احنا بنقوله النهارده. اولا تحليل مخزون تحليل اساسي جدا وهام جدا. اثنين مرض تكيس المبايض مرض مزمن ولا يشفى، وفقد الوزن وتغيير نظام الحياة والأكل شيء مهم جدا. السيدات اللي عمرهم فوق 40 سنة وعندهم نزيف مهبلي عمل سونار لبيان بطانة الرحم شيء هام جدا ويجب أن يحدد بناء عليه خطوات وخطوات هامة جدا. مفيش حاجة اسمها سنها صغير وما نعمل لهاش تحليل المخزون. ده كده بالاختصار المختصر المفيد في كل ما يقال عن علم النساء والتوليد وما وجدناه اليوم في بشرة خير. إلى أن أعود وألقاكم بإذن الله في لقاء قريب، أختم بالمعتاد، للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة والمعلومة الطبية الصحيحة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي يا رب بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير.